لا أجر نبغي لا وسام لا صدى، هي خطوة هي خبرة ورفاق، صارت تطوى واية ووسيلة، ولأجله عزم لنا دفاق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كورس اللغة الإنجليزية إن شاء الله النهاردة مع بعض نتداول يونت 15 entitled I must have lost مع بعض يا أولاد، وهنراجع على بعض الحاجات اللي خدناها إن شاء الله. بعد كده هنخش على يونت 15 في بعض الحاجات هنتناولها. أهم حاجة فيها إن شاء الله نتكلم النهاردة الديدكشن، الاستنتاج، سواء في البريزنت أو في الباست. بالنسبة للناس اللي بتسأل على الشرح، في بننزل الشرح في نهاية المحاضرة. في نهاية المحاضرة بنرفع المادة لأنها بتاعتنا عاملة فورد على الجروب بتاعة الكورس الإنجليزي. أتمنى أنا كده يكون الصوت مسموع كويس. هنحاول إن شاء الله مع بداية المحاضرة كده يكون الصوت متظبط شوية. نبدأ مع بعض. Refresh your mind. Revise the following sentence. Use the words in brackets. يلا يا شباب مع بعض كده نفرش مع بعض. فاطمة will need to buy a new dress. فاطمة will need to buy a dress. Use be bought. Fatma will need to buy a new dress. Use be bought. تمام؟ المحاضرات اللي فاتت مسجلة كفيديو على موقع الأكاديمية. تمام. يلا نشوف مع بعض كده. عماد، أحمد. يبقى نبدأ بإيه يا أولاد؟ A new dress will be needed to buy. سيحتاج أن نشتريه. فور فاطمة، لأجل فاطمة أو تو فاطمة. عايزين تبي بي بوت. تمام. يبقى أي a new dress will be bought. تمام يا ولاد معلش. A new dress will be bought by فاطمة. A new dress will be bought by فاطمة. تمام. نمبر 2 it was necessary for them to get up yesterday. زي ما تحاول كلمة necessary معناه necessary what does it mean؟ necessary it means something you have to do. Something you have to do. كان ضرورة. It was necessary for them to get up early. تمام يا عماد. تمام يا حسين. عايزين نسمي كلمة had to. هنا ضرورة بقى in the past. يبقى they had to get up early yesterday. They had to get up early yesterday with to come late again. You aren't allowed to come late again. Use mustn't. تمام النهارده في شباب معايا شطار بسم الله ما شاء الله. يبقى نقول ايه يا اولاد؟ You mustn't come late again. You mustn't come late again. برافو يا اولاد. نمبر 4 Dahlia is cleaning the floor at the moment. داليا is cleaning the floor at the moment. Use being. داليا is cleaning the floor at the moment. داليا معلش يا اولاد. داليا is cleaning the floor at the moment. Use being. Use being. نبدا يا اولاد بالobject. The floor. The floor. The floor. يا اولاد ثاني يا عماد. Try again. Dahlia is cleaning the floor at the moment. Use being. أيوة كده تمام. يبقى the floor is being cleaned. The floor is being cleaned. تمام شباب. The floor is being cleaned. ناقش مع بعض بقى يا اولاد ايه الفوكابلري الخاصه بيونت 15. يلا شباب. ايفنتس احداث، ريزونز ستيب، تايتل عنوان او لقب. في فرق طبعا بين تايتل وادريس. تايتل اوف ا بوك عنوان كتاب او ارتكل مقال. انما ادريس ذا بليس عنوان مكان. بزنس تريب رحله عمل. تو نايت الليله. فاينالي اخيرا. باي ميستيك بالطريق الخطا. ليف يترك. فاين جيد او رائع. انتل حتى. ثينك يعتقد يفكر. دروب
يسقط، وري يقلق، كفر يغطي، كلايم يتسلق، هول حفره، فيكل عرب او مركبه، ويل عجله، ذا فيكينجز قبائل الفيكينج، فيموس مشهور، ايسلاند ايسلاندا، ساينتست عالم، تيست يتذوق، انجن محرك، كراش يصطدم، راديو مسج رساله لاسلكيه، ايسبيرج جبل جليدي، باي ناو قبل هذا الوقت، اوفيسر اوفيسر ضابط، انسينكابل انسينكابل لا تغرق او غير قابله للغرق، طبعا الاوبوزيت سينكابل ريبورت يبلغ، سينك يغرق. يا شباب نكمل مع بعض، رين مطر او تمطر، اد يضيف، بيبر بيبر فلفل، كيرفول حريص، تشيك يفحص، فلايت رحلة جوية، لوز يفقد، اني واي على اي حال، لوك لايك يشبه، فل مملوء، فاير يطلق النار او نار، ريسك يو ينقذ، سو كلمة سيف، ويف موجة تناون، كفير معناه يلوح، كرو طاقم السفينة، لايف بوت قوارب النجاة، كوركت صحيح، جلاد سعيد، اكشوالي في الواقع، الفيربس think thought thought، lose lost lost، sail sailed sail، discover discover discovered، crash crashed crashed، sink sank sunk. ده بالنسبة للجزئية بتاعت الفوكابل. لو في كلمة صعبة تنطق إعادة تاني مش مشكلة. تمام، بعد كده جزء الجرامر. طبعا جزء الجرامر يعني في ريفيو خدنا منه قبل كده حاجات في بريب 2 بريب 1، هنكمل النهارده مع بعض عباره عن جزء ريفيجن وجزء جديد. هنتكلم حاجه اسمها بريزنت اكزامبل، طبعا الاستنتاج بيبقى على كذا كذا كلمه او كذا موقف اقدر استنتج. اي ام شور لو انا متاكد، اي ام شور نوت متاكد حاجه مش هتحصل او مش هتكون، شيء بروبابل او بوسيبل شيء ممكن او محتمل، دي درجات الاستنتاج. must be دي موجود when something I am sure of it حاجة متأكد منها تمام. I use may must be. He has three cars he must be rich. He has three cars he must be rich. رجل عنده ثلاث عربيات يبقى أكيد he must be rich. You look pale you look pale he must be ill. لو نفتكر مع بعض خدنا كلمة pale في chapter 7 في القصة بتاعتنا جينيف سنتر اوف ذا ايرث قلنا معناها، لو حد فاكر تيل نقدر فكرنا كده مينينج اوف تيل. بنقول يا احمد ذا وورد تيل وات داز ات مين تيل، خدناه قبل كده في القصة بتاعتنا تيل بي اي ال اي. اديكم السطر منهم تعرفوا معناها. ذا فورست ووز سترينج ات ووز pale yellow and it wasn't green it wasn't green but was pale pale yellow. يبقى كلمة pale pale شاحب. ايوه تمام. you look pale يبدو عليك انك شاحب اللون. you must be ill p-a-l-e p-a-l-e يبقى use must be when I am sure when I am sure. can't be when I am sure something is not حاجة لن يحدث. he has three cars he can't be poor. he has عكس كل الفتيات ونفس المعنى تقريبا. he has three cars he can't be poor لديه ثلاث سيارات. can't be on the table my brother took it just now. my key can't be من المؤكد انها ليست على التيبل. ليه؟ my brother took it just now. ده بالنسبة لكلمة can't. maybe something when I am not sure مش متأكد منها.
غادة is absent today. She may be ill. حاضر يا عماده، خلاص عينهم تاني. I am not sure. غادة is absent، غايبة النهاردة. She may be ill، ربما تكون مريضة. I am not sure، غير متأكد. استخدمنا كلمة may be. Might، احتمال أقل. This tourist might be an might be American but I don't think so. لا أعتقد ذلك. قول تاني يا أولاد. عندي الـ deduction بالاسم، لإما أنا I am sure متأكد تمام، أو I am sure not متأكد الحاجة ديت لأ. Maybe maybe عندما يكون شيء probable محتمل، might be شيء possible. قول تاني. Must must يعني شيء متأكد. Must شيء إيه؟ متأكد. I must must be شيء إيه؟ من المؤكد أنه يحدث. That he is ill. أنا متأكد أنه ill. Use must. يبقى أكيد هو عيان. يبقى he must be ill. هنا must مش معناه يجب، هنا معناه من المؤكد أن. هنا معناه يا أولاد من المؤكد أن. نقول تاني. must معناه إيه؟ من المؤكد أن. يعني مثلا ما شفت الكلمات النهارده كده إيه كلمات سهلة، فبقول الدرس النهارده must be easy. من المؤكد أنه إيه؟ I am sure that she isn't good at English. I am sure she isn't good at English. خلي بالك بقى اهي use can't. I am sure she isn't good at English. Use can't. تمام، يبقى she can't be good at English. من المؤكد انها ليست جيدة في الانجليش. يبقى must مؤكد ان، can't مؤكد انه لا. The third example, it is probable that Rahma is Sudanese. It is probable that Rahma is Sudanese. Use may. May قلنا may شيء. I am not sure. تمام يا ولاد، الناس بتتفاعل معايا كويس جدا النهارده. يبقى Rahma may be Sudanese. Rahma may be Sudanese. Number four, it is possible that. It is possible that. Aya is a millionaire. من الممكن أن تكون Aya millionaire. Use might. يبقى Aya might be millionaire. خلي بالك يا أولاد مش لازم كل مرة مين. أنا. must وكان وماي ومايت. ده كله بيجي وراء infinitive. بيجي وراء يا أولاد infinitive. فعل في المصدر. طب أنا كل مرة بجيب لي بي. بنجيب بي ليه؟ عشان بيجي وراء انفينيتيف تمام؟ لا عشان في فيرب تو بي از 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 فبجيب من المصدر ايه؟ كده فهمنا الديدكشن في البريزنت. طيب هناخد نفس الكلام بس عن الباست ديدكشن، استنتاج في الماضي. نفس اللي انا قلته بس هنزود عليها كلمه هاف مع الباست بارتس. ماست يبقى اي ام شور، كانت اي ام شور نوت، may or might شيء I am not sure من. It is probable that Aya is a millionaire. ما بيسأل يبدأ بمين؟ Aya might be a millionaire. Aya might be a millionaire. إيه اللي مشهور في السؤال يا عماد؟ تمام. Jillian was absent. She must have been ill. Jillian was absent. من المؤكد أنها been ill. كانت ill. was absent. خدت بالك معايا؟ was absent. احمد بيسال سؤال بس انا مش فاهم. او may او might ونحط بعدهم have وال past participle. احمد بيسال على السؤال الاخير. it is possible that Aya is من الممكن ان تكون Aya millionaire. use might. هنقول ايه؟ Aya might be a millionaire. لحد دلوقتي عاوز اعرف ايه اللي مش مفهوم في السؤال، ايه الشيء الغلط في السؤال. ازاي مايت؟ احنا قلنا يا محمود بصبط دي اقل درجه من كلمه بروبابل. خدت بالك مع الشيء البوسبل هي كده بتستخدم بوسبل مع مايت.
تاني يا محمود، تاني يا احمد. بص بص بس نمطها مع كلمة ايه؟ ميه. بوربا بس مع كلمة مي. تمام كده؟ قلنا بقى نفس الكلام استتاك في الماضي باست ديدكشن، ماست او كان او مي او مايت، حطوا بعضهم كلمة هاف والباست بارتيسيبل، هاف والباست بارتيسيبل، يبقى جيرين ويز ابسنت، شي ماست هاف بين ايل، شيماء لوكس هابي، شي ماست هاف باست هير اكزام، شي ماست هاف باست هير اكزام. طيب شوف بالنسبة لكلمة كانت، دينا كانت هاف بين ات سكول يسترداي، it was a holiday، كانت هاب نؤكد انها لم تكن at school، ليه؟ it was holiday، كان يوم holiday. اميرة لوكس said her team كانت هاف won the match، كانت هاف won نؤكد انه لم يفز بالماتش. may شيء محتمل، كانت sure not مؤكد انه لا. يعني مثلا اديك مثال يا عماد بسيط خالص عشان تفهموا معايا، بقول عماد بيسألني عن السؤال، يبقى من المؤكد انه لم يفعل السؤال، متأكد انه ما فهموش عشان كده بيعيد عليه السؤال تاني. يبقى ماست عكسها كانت، مش عكسها ماست، ماست يبقى شيء شور متأكد، كان شور نوت متأكد انه لم يحدث. نهلة كانت فايند هير بوكس، شي مي هاف لوست ات ات هوم، نهلة كانت فايند هير بوكس، she may have lost it at home، احتمال تكون ضيعته في البيت. might have شيء possible زي ما اتفقنا. نقول تاني يا عماد، must يا شباب، sure can't sure not، may و might شيء probable and possible، شيء محتمل، شيء محتمل وشيء ممكن، حاجة شباب I am sure of it، can't متأكد أنه لا، may or might I am not sure، بالذات في might حاجة ممكن I don't think سوى لا أعتقد أو I don't know. I am sure that Nora bought a new mobile، I am sure that Nora bought a new mobile. Use must، I am sure that Nora bought a new mobile. Use must. تمام، يبقى Nora must have bought a new mobile. طب واحد يسأل ليه يا أستاذ إحنا استخدمنا كلمة must have وما استخدمناش must بس؟ ما جبناش must مع infinitive. ليه قلنا must have bought وما قلناش must buy؟ الإجابة يا أولاد إحنا استخدمنا have إمتى؟ إمتى must have؟ عشان الكلام في الباست، in the past. Nora must have bought a new mobile. اتفضل عاوز اسال سؤال. It is probable that Iman watched the new film on TV. It is probable that Iman watches the new film on TV. Use me. يبقى Iman تمام. May have watched the new film on the deduction in the past، استنتاج في الماضي. I am sure that Islam didn't study hard، I am sure that Islam didn't study hard. Can't يبقى Islam can't have studied hard، can't have studied، يبقى كانت هاف وبعد كده الباست بارتيسيبل، باست ما تنساش، يبقى اسلام كانت هاف استاديت هارد. اي فيل شور، يلا يا شباب اتنافسوا معايا في حاجات مش محلوله، يلا دكاتره. اي فيل شور ذات فاطمه باست ذا تيست، يوز ماست هاف. اي فيل شور ذات فاطمه باست ذا تيست، يوز ماست هاف. يبقى فاطمه must have passed the test، فاطمة must have passed the test. very good، فاطمة must have passed the test. تمام يا أولاد،
Number two, I am sure that Marina wasn't tired. I am sure that Marina was. Well done يا شباب. يبقى نقول ايه؟ تمام. عماد. ماشي يا عماد. Please wait. بس ندي باي ذا واي عماد طالب زيكم في الصف الثالث الاعدادي ومتطوع برضه للدعم الفني. يعني في نفس العمر يعني. يبقى مارينا كانت هاف مارينا كانت هاف كانت هاف بين طاير. It is probably that if it is probably that Ali found his lost keys. Probably that Ali found his lost keys. احنا لسه بنقول عماد يفكر احمد سبق. يعني لسه ما قريتش خلاص قريت السؤال لسه. علي مي فايند تايم. بوث اوف يو عماد انت احمد ار رونج. ادي الاستعجال مش شرط تكون ذا فاستست وان تو انسر. يو ماست بي ذا موست اكيوريت وان. عماد ماشي كده ايوه كده. يبقى علي مي his lost keys. Minna must be ill. Minna must be ill. Use can't. Minna must be ill. Use can't. تمام يا احمد بس تراي اجين بالنسبه للسبيلنج يا احمد هي الجمله فكرتها صح تمام بس السبيلنج اجين Minna must be ill. يبقى منا can't be will can't be will. Number five. It is possible that he traveled by car. It is possible that he traveled by car. It is possible that he traveled by car. Use might have. تمام يا ولاد يبقى he might have traveled by car. Very good. The last one. It is impossible that he didn't hear the warning. Warning التحذير. It is impossible that he didn't hear the warning. Use must. Use must. يلا يا فاطمة تاني. قول فاطمة. The last one بقى. It is impossible that he didn't hear the warning. Must have. He must have. He must have heard the warning. He must have heard the warning. زي ما احمد جاوب في الاول. He must have heard the warning. Choose the correct answer. انا اخد برضو كم جملة كده بتشوز. He gone to the cinema. As he didn't have much money. He gone to the cinema as he didn't have much money. يا ترى might have, can't have, must have, may have. حسين تمام. خلي بالك معايا بقى. Gone to the cinema as he didn't have much money. معهوش فلوس كفاية. يقدر يتأكد أنه لم يذهب. تمام. Can't have. Can't have. Can't have. نمبر 1 كانت سيرة يبقى اكيد ما راحش السينما ولا ذهب للسينما بنقول ايه كانت هاف شي كانت فايند هير موبايل فون سمون ستولن ات اي ام شور اي ام شور تمام يا اولاد يبقى ايه ماست هاف فيري جود نمبر 3 هي جون ابرود هيز باسبورت از ات هوم His passport at home. الباسبور at home. يبقى gone abroad. Gone abroad. ذهب للخارج. والباسبور في البيت. تنفع. تنفع نقول تاني. The passport is at home. يبقى ايه? Can't have. She didn't find the keys. She forgotten them. It's possible. It's possible.
possible. Number four, it's possible. Number four, it's possible. Might have. Very good. They played a football match. It's been a battle. I am sure it was. I am sure. Must have. What does battle mean? معركة. تمام. علي didn't phone us. His plane arrived late. نفس الجملة. علي didn't phone us. His plane arrived late. Might have. Must. Can't. May. بص للجملة يا أولاد. بص للجملة تاني. علي didn't phone us. His plane arrived late. بص للجملة مفيش هاف حسين هنا مفيش يبقى هنا الإجابة صحيحة might the mobile was أيوه the mobile was ringing in the bedroom علي left it at home will might must have can't have number 7 the mobile was ringing in the bedroom علي left at home هنتكلم عن حاجة تانية. You should have and shouldn't have. Should have and shouldn't have. كان المفروض أن دي بنستخدمها للتعبير عن نصيحة بس in the past في الماضي. For example عشان نفهم يمنى got up late. She missed the school bus. يمنى got up late. She missed the school bus. يمنى قامت متأخرة. فاتها اتوبيس المدرسة. You shouldn't have. يبقى يمنى shouldn't have got up late. Shouldn't have got up late. كان المفروض ما تصحاش متأخرة. أو يمنى should have got up early. كان يجب أن تستيقظ مبكرا. Another example. أسماء didn't study hard. أسماء didn't study hard. She got low marks. You should have. إذا أسماء should have studied hard. كان يجب عليها أن تذاكر بجد. يبقى استخدم كلمة should أو shouldn't. دي نصيحة يا حسين. دي بقى advice. فواحد بيقول لك he didn't study hard ما بيذاكرش. وكان المفروض يعمل إيه؟ يذاكر. تمام؟ يلا شباب معايا كده مش هنستطيع مني. She was late for school. It was necessary to come early. You shouldn't have. Number one. She was late for school. It was necessary to come early. You shouldn't have. Number one يا أولاد. يبقى تمام. She shouldn't have been late for school. كان من المفروض ألا تتأخر for school. She shouldn't have been late for school. Number two. The girl shouted at her mother. The girl shouted at her mother. You shouldn't have. Bravo. يبقى the girl shouldn't have shouted at her mother. The driver was driving too fast. The driver was driving too fast. You shouldn't have. The driver, تمام. Shouldn't have driven. Drove, driven. D-R-I-V-E-N. Too fast. The driver shouldn't have driven, D-R-I-V-E, drove, D-R-O-V-E, driven, D-R-I-V-E-N. I feel sleepy. I didn't sleep well. You should have. I should have slept well. Very good. Choose.
طب نشوف الكوريكشن كده. read he should have lost his bed yesterday his father was angry his bed yesterday his father was angry he should have lost his bed yesterday his father was angry. أولاد إحنا في number 7 read and correct shouldn't تمام أولاد. Number 2 she shouldn't have left her bill at home I am sure She shouldn't have left her pen at home, I am sure. In London at 10:30. I am not sure. I am not sure. Number 3. You must have arrived in London. I am not sure. كلمة may. Polite. He is polite. He should have told lies. يخطئ الأكاذيب. He is polite. Polite. Polite يا أولاد. تمام يا أحمد. أحمد اللي فهمني. He can't have told lies. أنا مؤكد أنه لم يخبر الكاذب. He is polite. النهاردة أحمد في البيت الجامد كده. بسم الله ما شاء الله. We all clap for him. هناخد بعض الروابط البسيطة كده. To in order to وسأس to ده كله معناه لكي بيجي وراها purpose الغرض. To in order to خلاص ده بس حتى كده كده to in order to وسو as to اللي وراه infinitive for example I go to school I want to learn use in order to يبقى I go to school in order to learn أو to learn أو so as to learn الثلاث كلمات دول معناهم لكي نقول تاني نقول تاني كلمة to وإن order to so as to بيجوا وراهم infinitive والثلاثة معناهم لكي نقول تاني to in order to so as to معناهم لكي بيجوا وراهم infinitive نفس الكلام معنى كلمة لكي بس استخدام تاني بقى أو جملة تانية كلمة اسمها so that so that ومعناها لكي بس الفرق اللي so that بيجي وراها دور تاني لو كان الزمن باست نقول تاني نقول تاني كلمة so that برضه معناها لكي بس الفرق اللي بيجي وراها فاعل بعد الفاعل بيجي وراها may أو might أو can أو could بمزاجي لا كان ومي لو كان الكلام في البريزنت وكود او مايت لو كان الكلام في الباست نشوف المثال هيوضح عمرو جوز تو سكول ان اوردر تو ليرن عمرو جوز تو سكول ان اوردر تو ليرن يوز سو ذات يبقى عمرو كان ليرن تجيبنا كان ليه عشان زاد بريزنت تمام عمرو goes to school so that he can learn. هبة went هبة اسمع معايا هبة went to London to improve her English. هبة went to London to improve her English. Use so that يبقى هبة went to London so that she could عشان went improve her English يبقى لازم present لازم كان past لازم could I opened the window to look at the street I opened the window to look at the street استخدم كلمة so that I opened the window I opened the window so that I could look at it. I could not care. I could look at it. عادل runs to school so that he can arrive early. عادل runs to school so that he can arrive early.
use so as to. يبقى عادل runs to school so as to arrive early. تمام كده يا أولاد؟ فاضل جزئية بسيطة. يبقى كده خلصنا يونت 15. معلش هتفرج عليكم آخر نقطة. هي برضه نقطة جديدة. الفرق بين كلمة وايل وديورنج. تاخدها ولا خلينا المرة الجاية؟ نكمل مفيش مشكلة. طبعا وايل بيجي وراها إما جملة أو جيرند، لأن بيجي وراها جملة لا جيرند. كلمة ضفر إنجي. While my mother was cooking, she was listening to music. الاثنين في زمن الباست كونتينوس، ادام الحدثين كانوا مستمرين مع بعض. بينما my mother was cooking, she was listening to music. تطبخ تسمع الموسيقى. كويس يا جماعة. دلوقتي. While I was having my dinner, عادل تليفون بمين؟ ده حدث لقطه حدث باست كونتينوس، بعد كده باست سيمبل. طبعا انا مش فاكرها كتير عشان الحاجات دي واخدينها قبل كده مره. While I was having my dinner عادل تليفون مي. ادي باست كونتينوس في الجمله، بعد كده باست سيمبل. باست كونتينوس باست سيمبل. او الاثنين باست كونتينوس لو الاثنين كانوا مستمرين في نفس التايم. او يجي وراها جيرند على طول. While having my dinner. While having my dinner. هتلاقي قلت ايه؟ While having my dinner. ما جبتش الصبي بتاعه مش الفاعل. يبقى while لو حذفت الفاعل هيجي وراه الجيران. While having my dinner عادل تليفون بي. كلمة during بيجي وراها noun برضه اثناء وخلال بيجي وراها ايه؟ noun. A train during the night. A train during the night. During my stay in London, in Scotland, during my stay in Scotland, I met a lot of interesting people. أثناء إقامتي في إسكتلاند قابلت ناس interesting. كده بيجي ورانا أهو. طيب. While he was sleeping, the children made loud noise. Use during. While he was sleeping, the children made loud noise during his sleep. During his sleep. During the man, he got a noun. During his sleep, the children made loud noise. During the match, he fell and broke his leg. During the match, he fell and broke his leg. Use while. يلا يا شباب. During the match he fell and broke his leg. Use while. While نقط he fell and broke his leg. بينما كان بيعمل ايه؟ While he was playing the match he fell and broke his leg. Very good. While he was playing in the match. طيب نكمل يا أولاد. During the match he fell asleep. During the match he fell asleep. As in while. Use while. During the match he fell asleep. يبقى while he was watching the match, he fell asleep. While he was watching the match, he fell asleep. أتمنى تكون فهمت معنا مع بعض الدرس النهاردة. اللي إحنا خدنا فيه شوية حاجات كتير كده. خدنا introduction, present of past. خدنا الفرق بين so and to in order to we so that we while we during we should have we shouldn't. لو في أي استفسار تاني تفضلوا. شكرا. السلام عليكم.